عسلامة. عسلامة، مرحبا. وبيك عايشك، لاباس؟ الحمد لله. أتمنى روحك. أنا شعبان محسن، فهمتني؟ جابس. هاي. نحكيو اليوم على إعفاء 17 مدير جهوي للتجارة بالولايات التالية: باجة، بلي، أريانا، منستير، قصرين، بن عروس، تطاوين، زغوان، منوبة، مدنين، الكيف، توز، القفصة، جابس، جندوبة، المهدية، سيدي بوزيد. والله يعفى كان، والله يعفى ولا محاله كان في وقته خرج تو، معناها تعرف البلاد باركه، معناها على مستوى يكونوا ميك كل شيء. هاك تشوف معناها الدنيا مصيبه، تو الباقيات يا رسولات تتباع 250، واحد يبيع ب 300، واحد يبيع بدرا شنو. والله توتافي انا راه والله شرعي، ينجم يكون معناها بتعويضهم نجم تتقدم البلاد ونجموا معناها نرتقي معناها للمستوى ما افضل من هذا، فهمت؟ سي سي كوم سا، معناها والله شنو نقول لك؟ براتيكمون معناها انا مع بكل صراحه مع اعفاء اي انسان، مش كان المجال التجاري راهو، اي انسان ماهوش قاعد يقدم في روندمون، مش قاعد يخدم في البلاد. خطرش يا في بوكو دي جون توا العباد اللي تشوف فيها اللي هذا يخدم كان في مصلحته، اختي فهمتها؟ يروح يروح الى ترحم من مات، نقول لك بكل صراحه. ما ثماش كنت غاي لوج معناها بهمك المواطن وكل مواطن وكل الزوالي وكل اللي مش لاقي معناها، والله كعبت البقيت يا سيدي، ثم ناس مش قادر تشري 200 فرنك 190 مش 250، فما اللي يبيع ب 300. والاحتكار نتاع الفارينه يجي يقول لك يخدم الصبحيه العشيه يسكر، علاش؟ ويعمل لك الانفورمون قدام الكوش. تو كانت عندنا نحن كوشه معناها تلقى واحد واقف معناها 1000 واحد تستنى ساعه وساعه ونص باش تاخذ اربع كعبات، تاخذ اربع كعبات باقيات، فهمتني؟ شنو يا اخي باش نجم ناخذ كل يوم ويوم ولا ناخذ بالجمله؟ نعطي نشد الصف معناها بساعة ونص، معناها لازم ناخذ 10 و20 كعبة باش معناها غدوة ما نشدش الصف، تو العباد تبدا تعمل هكاك راهو، فهمت؟ والاحتكار معناها نتاع الفرينة، الفرينة موجودة. علاش علاش ما نعرفش علاش أنا علاش؟ والله إعفاها المديرين هذوما نتاع التجارة والصناعة ودرا شنو، والله في محل وفي وقت جاي بصراحة. ما هو رسمي. ينجم يكون بديل، يكون ما أفضل، يكون روندمون أكثر وتكون معناها ها؟ وينوروا البلاد وجه البلاد وكل شيء، فهمتني؟ وينوروا المواطن زاد الزوالي، ايش بيه؟ خلي ترجع 190 يا اخي، شنو 250 و 300 ما هو لاباس. ومتعاش تاعنا قبل تزيد 50 فرنك، مش 50، تي 10 فرنك في الخبز 20 فرنك تشعل النار، وشعلت افيكتيفمون، كان تتذكر عام 82 شعلت البلاد على على ما نعرفش من 155 الخبزه بدات تقريبا 170. شدت بعضها معناها وشوف مشى الضحايا وعباده ورجعت كما هي، كما غير بورقيبه الله يرحمه، نرجع كما كنا، فهمتني؟ قبل اعفاء المديرين الجهويين للتجاره، هذا باش يساهم في اتخاذ قرارات جذريه من توفير المواد الاساسيه للمواطن ومحاربه الاحتكار؟ نجم والله كما يكون سلبي كما يكون ايجابي ولا محاله، لكن اسمع فسر لي شوي. اسمع العبره في وقت ما بون تو هو احنا اقلنا العباد هذوما اي، وبعد بعد تعطينا معناها المردود اذا كان باش يبان اللي ثم مردود، فهمتني؟ من العباد الجدد هذوما اللي باش يجيو يعوضوا المديرين. والله بالنسبه لنا احنا كشعب مواطن كشعب بسيط عادي، فهمتني؟ اهلا وسهلا عروسنا لين. اذا كان اخويا باش تبقى لنا في نفس الحكايه معناها وما ثماش تقدم وما نجمش نتقدموا واحد، والله بلاش بيهم جمله وتفصيل خير. هاني نقول ثم حاجات اخرى كيما نحاو معناها النيابات، خلوا نيابات في البلديات ونحاو رؤساء البلديه. الا مش بالضروره راه معناها مدير جهوي درا شنو متكلف على الدوله معناها بكره وبيسونس ودرا شنو وما ثم حتى مردود. شنو اللي قاعد يقدم فيها؟ تي شنو؟ ياك تشوف بين البلاد بالتوالي. يعني حتى جدد ما فماش ما يشوف جدد ما زلنا ما نجموش نحكموا على الغيب. ينجم يكون معنا انتظارات احنا نحكيو ديما نظريه معناها نجم تكون صحيحه. تغييرهم ايش نجربوا شنو المشكل؟ ايش بي هذاك مشى معانا 10% ينجم هذا يمشي حتى 15% يساعدنا ما يسالش حتى كي يزيد 2%. والله بي ربما يكون ما يكون معناه ما افضل وربما يكون ما اسوء راهو. هو ما نجمش تحكم من الشهر الاول ولا من الكنزه الاولى ولا من خلنا راهو الساعه معنا ما يسالش باش نعطيه راي توا. اما كتغيير والله باهي تغيير والله يعجبني اسمع والله يعجبني. والبلاد اسمعني يلزمها يد من حديد راهو يلزم يضرب صحيح سيرون سيء. اذا كان احنا هذا ما نبدلوش وهذا ما نعملوش وهذا والله هي برا نزيدوا نعطوه فرصه وزي. لا لا ما ثماش معاش فما تو فرصه معاش نمنحوا الفرص تو تشد يا تخدم يا سيء يا مستعد تخدم العباد والشعب هذا يا ودي بلاد ماشيه فيها يا راهو
راه ما بقى شيء. راه تعرف اللغه المدوله توا في التجاره مثال فاهم هذا توا في الوقت هذا، والله شابو برافو زاد بكل صراحه فهمتني قصص الراس كان ربي راهو سمعني والله في وقت. اي تعرف شنو اللغه المدوله توا في تونس؟ يجي يقول لك خويا قد ايه تحط يدك على حاجه قد ايه هذه كانت مثال ب 100 فرنك، يقول لك والله يا خويا ب 500. تعليه يا صاحبي ب 500 مو الدنيا غلات؟ شنو الدنيا غلات؟ ايش بيها الدنيا غلات؟ يا الدنيا غلات ما ثم منطق سبحان الله. الدنيا غلات 100 فوا 2 فوا 3 ما يصيرش، اما فوا 10 فوا 15 فوا 20 مش معقول فهمت؟ تو دابوس الماء مثال تشربها في القهوه كانت والله ب 11% ب 12%، تو يا سيدي اقل معناها دابوس ب 15% بيتر راه نحكي لك فهمتني؟ قال لي شنو راهي الدنيا غلات؟ ما عادش 15% ب 2000 تو ب 2000 اسال اسال هكا العباد هكا انت في شارع بورقيبه واسال العباد ب 2000 تو علاه ب 2000 طونكي تتباع معناها تتباع معناها ب 650 فرنك البر عليه عليه فوا 3 فوا 4 فوا 5 يا اخي اربح الدنيا غلات. اه والله على راسي وعلى عيني غلات والله صحيح. هذه اللغه المدوله فهمتني؟ الدنيا غلات خويا شنو الدنيا غلات؟ الدنيا غلات. واللي يبيع في الباقيات يبيع في الخبز آه والله احنا راهو نحينا الدعم باش نحيو الدعم شو دي وبرا نحيو الدعم شنو نحي الدعم تزيد من راسك نحنا كزيد 10 فرنك و20 فرنك الدنيا تاكل بعض فهمتني؟ تو اخي بدات الناس تزيد على سيروس والعباد ساكته. بون يرجع بالمديرين الجهويين اللي تحكي عليه هذا معناها كي تم اخالتهم ونع والله يخلي نبدل خويا والله ماذا بينا نشوف وجوه اخرى كيما رئيس الحكومه هكا تنحات بودنا تخلي يجينا هذا خويا معناها خلينا نشوفوا بالك يعطينا مردود جديد ايش بيه نجم يقدم معناها خدمه باهي للبلاد ونجم يرتقي بالبلاد شويه فهمتني؟ وكل واحد ورايه وكل واحد ورايه وكل واحد نظريته معناها للبلاد هذه. اما يا زينه ياسر رانا جينا بالتولي برشا اختي راه تفهم فيها عاي. محاربه الاحتكار محاربه الاحتكار والله يشوف محاربه انه برشا من فقدان المواد الاساسيه فهمتك محاربه الاحتكار خاصه المواد الاساسيه نورمالمون العقوبه نتاعو السجن ما ثماش في دول متقدمه احتكار معناها راهو هذاك يسمى القوت نتاع العباد قوت الشعب وانت تجي معناها تخبي لي الفرين وتخبي لي على حساب صحتي انا وصحتك انت وصحه فلان وفلان وفلان يا اخي شنو معناتها؟ شنو معناها؟ ما في حتى تفسير فهمتني؟ التفسير الوحيد اللي الناس معناها ما نعرفش متقويه على الدوله ومتقويه على ارواحها ماهيش معناها ماهيش معبره معناها المواطنين يقول لك هكا الناس كل مره وين يعملوا خلاص العباد ساكته يا اخو نبقوش احنا كل مره وين تنزاد الاسعار نعملوا ثوره تو هذا معقول هذا؟ فما يجيش خلونا اخويا نرتقوا برواحنا شويه وخلي مثال في الدنيا تو يستقيم فيها الحال بشويه بشويه مناش من توعيه المواطن ومن توعيه العباد ومن العباد اللي تكون معناها يلزم الناس تكون في المستوى والمواطن الوحيد اللي يلزم المواطن زاد يلزم هو الاساس يشارك في يساهم في تقدم هذه الدوله وفي تقدم ويرتقي معناها في الوطن هذا فهمتني اختي؟ خليك الكلمه الاخيره مش الكلمه الاخيره الكلمه الاخيره والله شوف احنا ماذا بينا معناها تغييرات معناها تكون جذريه وتغييرات تكون معناها في محلها وما احناش معنا بنتو حتى بحد احنا شنو حاجتين تخدم شديد مسؤول عندك امتيازات عندك كذا باش تخدم العباد تخدم الشعب وما تنظرش كان مصلحتك انت انظر مصلحتك المواطن وخاصه انك الزوالي اللي ما نجمش يتكلم باش توصل له صوته فهمت وهذا هو معناه ربي يسلمك شكرا